السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، تغطية حصرية على الهواء مباشرة. اليوم كل اطياف الشعب العراقي، جميع الطوائف اللي موجودة بالعراق مجتمعين تحت نصب الحرية من اجل الاستنكار بما اذا ما يحدث بدولة السويد، خصوصا انه سماحة الشيخ انه هذا تجاوز. هذا يعني ما اعرف شلون افسره، لكن انه تعدي يعني على أحسنتم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله في محكم كتابه وجميله بيانه وخطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. جاء القرآن الكريم كتابا لهداية الأمة، لهداية الناس، لهداية المجتمعات، لتوحيد الناس وعدم شتاتهم وعدم التفرقة، وجاء مؤيدا لما جاء في الكتب السماوية السابقة ولما جاء من ديانات في الأنبياء السابقين، وكلهم نحترمهم ونجلهم ونقدسهم كما نحترم نبينا صلى الله عليه وآله، ونحترم تلك الكتب المقدسة. وعلى الجميع أن يحترم تلك الكتب المقدسة التي نبعت وجاءت من سراج واحد وهو الله سبحانه وتعالى. كل الديانات السماوية. أحسنتم. دائما ما تركز إنه على الاحترام. أحسنتم. كل الديانات السماوية تدعو إلى الله، إلى عبادة الله، إلى طاعة الله، وتدعو إلى القيم والمثل العليا وإلى الأخلاق الحميدة. لأنه حتى تجد أنه في الفقه الإسلامي يقول التشريع أو الفقه التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان، لتنظيم حياة الإنسان وليكفل سعادة ذلك الإنسان. القرآن الكريم، الديانة الإسلامية، الديانة المسيحية، الديانة اليهودية، كلها ديانات جاءت لتنظم حياة الإنسان وحياة الفرد، وتعطيه حيزا وفراغا يعمل به ويستطيع أن يتعايش مع الآخرين. والاحتداء على هذا الرمز المقدس احتداء على جميع المسلمين. لذا نطالب تلك الدول التي تدعي الحرية، أحسنتم، التي تدعي الحرية وتدعي النظام وتدعي أنها وصلت إلى مستوى من الرقي، أن تحترم رموز الآخرين وتحترم مكانة تلك الرموز الكبيرة في قلوب الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع ويبعد عنه كل فتنة. واليوم هذه الوقفة جاءت لتبين وحدة وتلاحم الشعب العراقي بكل طوائفه وبكل أديانه. جاء الإخوة المسيحيون في هذا المكان وبيدهم الإنجيل المقدس وبيدهم القرآن الكريم، وجئنا وبأيدينا القرآن ومسكنا الإنجيل لنبين أن تلك الكتب محترمة ومقدسة، وهذا الشخص الذي قام بالاعتداء عليها شخص بعيد عن هذه الأخلاق، بعيد عن تلك القيم الإنسانية التي دعت إليها تلك الكتب التي جاءت من الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم الشيخ خالد المرشدي، جزاكم الله خير. الله يوفقك سماحة الشيخ. في حال انه بس تفضل من عم سماحة الشيخ، وانا عندي اللقاء مع الاخوه، جزاك الله. نعم مشاهدينا الكرام، يعني بالتاكيد انه هذا العمل يعني لا يمت الانسانيه بالصلة. كل الديانات السماويه اكدت على احترام الاخرين وحريه الاخرين وحقوق الاخرين، خصوصا انه بجانب كل الديانات. السلام عليكم استاذ. السلام، شلون اخبارك؟ الله يسلمك حبيبي يا ورد. اكيد يعني اللي حصل انه لربما تعدى على الكره الارضيه بشكل عام، خصوصا انه كل الديانات السماويه تؤكد على احترام كل الطوائف. نعم، كما تعلم الديانات هي محبة، والديانة المسيحية هي ديانة محبة وسلام، كما قال السيد المسيح: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم. من هذا المفهوم مستحيل أن يقوم شخص في هذا المكان وينتمي المسيحية ويقوم بهذا العمل. لماذا؟ لأن السيد المسيح قال: من سخرك ميلا سر معه ميلين، من لطمك على خدك أيمن أدر له الآخر. فكيف يعمل هذا العمل موجود؟ ولكن يجب أن نكون ودعاء كالحمام وحكماء كالحياة لنرى ما وراء النظر. لازم أن ننظر إلى ما وراء هذا العمل، لأنه هنالك احتمال كبير غاية، لأن الآن العراق بدأ أن يظهر، ينهض مرة ثانية إلى سطح الوجود من ناحية التفاعل الديني والتسامح المذهبي وجميع الأشياء. هاني قسطو، مسؤول إعلامي كنيسة الإنجليكانية في العراق. سماحة الشيخ، بالتأكيد أنه اليوم كل الأديان ترفض ما حدث بهذا الموضوع، خصوصا أنه التعدي على أمة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة شجب واستنكار من جميع الطوائف. فاليوم تجد رجال الدين والإخوة المسيحيين وباقي كل الطوائف وشيوخ العشائر، ألا وهو الاعتداء على القرآن الكريم، كتاب الله، كلام الله. الحقيقة هذا التجاوز لاقى إلا أن زاد لحمة و
تماسك أكثر من قبل كل الطوائف في العراق وفي كل العالم الإسلامي. فاليوم الشجب والاستنكار في كل البلدان العراق والعالم الإسلامي حول الاعتداء على الكتاب القرآن الكريم. الله يحفظك. نعم مشاهدينا الكرام، بالتأكيد أنه مثل هيك موضوع مرفوض رفضا قاطعا، خصوصا مو فقط بالعراق ولا سيما أنه بجميع الكرة الأرضية، أنه التصرفات هذه الصبيانية يعني حقيقة أنه ما حدث، يعني شلون أعرج عليه، أنه خصوصا التعدي على كتاب الله المقدس كتاب القرآن الكريم. طبعا هي هذا معتوه وهي جريمة، يعني يرفضها أعتقد كل شعوب العالم. نعم. كل العقلاء بالعالم بغض النظر عن اختلاف الأديان، ولكن اليوم احنا كتجمع إعلامي والمواطنة عكسنا هاي الحالة اللي صارت من المملكة السويدية، للأسف هذا التصرف من هاي الدولة الصديقة، انه بحجة الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي ان يقوم معتوه بالتعرض على الذات الإلهية والكتب السماوية. فاليوم احنا اخذنا موافقة وزارة الداخلية والحكومة العراقية واستبدلنا فكرة هذا المعتوه بالعكس، جمعنا الكتب السماوية القرآن الكريم والإنجيل ووضعناها وسط أكاليل الزهور وسط أغصان الزيتون واحتفينا بها وحضر طبعا مقدسة، وحضر معنا كل الطوائف وأديان الشعب العراقي وأعطت رأيها. لذلك يعني هكذا رسالة لبلد مثل العراق والشعب مثل العراق، شعب الحضارات، هنا أنزلت الأديان. عفوا أقاطعك، يعني هنا اللي يميز العراق عن باقي البلدان تعدد الطوائف الحدود به، تعدد الأطراف والطوائف والأديان والثقافات. يعني إحنا شوف، إحنا نتعرض منذ عقود إلى أكبر هجمة فكرية تحاول تشوه القيم المجتمعية الأخلاقية لهذا المجتمع. ولكن يا أخي يعني احنا جذورنا عميقة بالأخلاق، بالإنسانية، يعني لاحظ ردة فعل سماحة السيد السيستاني وكلمته العظيمة التي تناولت أسلوب الصين في كيفية التعامل مع هذا الجريمة. نحن فئات المجتمع المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي، هناك اعتراض كبير ليس على مستوى العراق بل على مستوى دول العالم، ولكن لابد العراق أن يتميز أنه رسالة الأخلاقية والإنسانية، أنه نحن نرفض ونشجب كل هذه التصرفات. نحن في حالة القوة، احنا البلد الأول اللي انتصر على داعش، حاربنا داعش نيابة عن كل العالم، كل الدول دائر مدائرنا اخفقت، زين احنا اللي حملنا السلاح واحنا حاربنا داعش، وكان يراهنون أن تبقى داعش أكثر من عقد أو عقدين بالزمن بالعراق، والحمد لله ولدنا طلعوهم. إحنا بالقوة أقوياء، ولكن بالأخلاق إحنا متميزين. فهي رسالة أبعثناها للعالم، أن العراق وإحنا باعتبارنا تجمع المواطنة، إعلامي المواطنة، منظمة مجتمع مدني، مثلنا شخوصنا كمستقلين وكفاعلين وناشطين بالثقافة في هذا البلد، أنه هاي رسالتنا. طيب. الحمد لله. بالنسبة خلينا نحلل الموضوع اللي صار، انه هذا التصرف اللي تصرف به اللي ما يعني حقيقة مجرد اذكر طارية هواي عليه، من وجهة نظرك انه ليش تصرف هذا التصرف؟ يعني خصوصا بهذا احنا استعلاميين زمن الطشة مثلا، احنا دا نقرأها بابا، يعني اكو فكر معادي للإسلام ويحارب نجاح اي تجربة إنسانية وإسلامية وهي معروفة. لاحظ أنت كثير من البعض يدعون نفسهم يعني ذهابهم إلى الديانة المسيحية ويلبسون الصليب، ولكن يمارسون ألفاظ وجمل نابية لا تمثل إخواننا المسيحيين. مال يعني هذا كله ومنفق عليه أموال كثيرة بصراحة، يعني واضح من حجم التمويل بالسوشيال ميديا. ولكن هل هم يقدرون أن يفهمون العالم بأن أكو مشكلة ما بين المسلم والمسيحي والأديان الأخرى بالعراق؟ مستحيل. لاحظ إحنا يعني أنا من وجهت الدعوة لبعض الإخوان المسيحيين أصلاً وصلوا قبل هنا أنا. طيب. رغم هو هذا المعتوه والمجرم هو يدعي نفسه مسيحي. لذلك يعني فكرنا وأخلاقنا تعتلي كل هاي المؤامرات، وإن شاء الله شوف أذان الله أكبر دا يرفع في هذه اللحظات المباركة ننتصر.
فكرنا ينتصر. شكرا جزيلا. شكرا. إذن بالتأكيد أنه اليوم موقف الشعب العراقي وموقف العالم تجاه هاي الظاهرة اللي حدثت يعني من قبل معتوه بدولة السويد الكل يرفضها رفضا قاطعا، خصوصا أنه كتاب القرآن كتاب مقدس كتاب أنزل من السماوات، فبالتالي اليوم كل الأطياف للدافع عن كتاب الله المقدس، وبالتالي اليوم أيضا كمسلمين أنه مو فقط أنه الموضوع إحنا اليوم نرفض هذا الموضوع إذا صار ويا أي ديانة أخرى أو أي طائفة أخرى بهذا الموضوع، لأن هذا دلالة على التطرف اللي رفض رفضا قاطعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. إذا ردنا نعلل اللي صار يعني شنو من التفسير اللي وجهت نظرك؟ ماكو أي تفسير إلى أنه هنالك تصرف شاذ عن مفاهيم الإنسانية بشكل عام. الإنسانية فيها أديان متعددة، المسيحية واليهودية والصابئية والإسلامية، وكلها أديان سماوية وكتب سماوية محترمة من بقية الأديان، لكن أن يجري ازدراء الأديان بطريقة حكومية أولا بحماية حكومية ومن شخص يعتبر يعني بأي حال من الأحوال بما أنه تصرف هذا التصرف فيعتبر شخص منبوذ هذا. بس بالتالي اليوم دولة السويد بشخص رئيس وزرائها اليوم إذا شفت التصريح مالته أنه داعمين الموضوع وأنه قانونا يجوز عتهم أو الله لا يوفقهم أصلا يعني أنه حرق القرآن الكريم، ويرفضون بنفس الوقت الهجوم على أو التظاهرة أو الوقفة الاحتجاجية اللي صارت. إي طبعا، لأنه دولة السويد بمفاهيمها يعني من الممكن أن تصرف هذا التصرف بطريقة قانونية، لكن هي مخطئة وهذا التصرف تصرف غير صحيح. وبنفس الوقت الرئيس السويدي اليوم رئيس الوزراء السويدي أصدر تصريحات أنه من الممكن أنه يتصرفون هذا التصرف بشكل أكثر بعد، وبنفس الوقت أدانوا الـ يعني التنديدات اللي صدرت من العراق تحديدا. وطبعا بالمناسبة العراق كان إلى موقف مشرف باحترام القرآن الكريم احترام الكتاب المقدس احترام كل الأديان واحترام كل الأديان طبعا، بدليل أنه تجمع المواطنة والتعايش السلمي أقام هذه الوقفة، حط القرآن وحط الإنجيل ويحترم الأديان كلها الأديان السماوية كلها. وأيضا هذا تصرف منبوذ وتصرف شاذ يعتبر من دول تدعم الشذوذ الجنسي اصلا، فكيف انت فيما بالك انه من الممكن انه تصدر الاديان بشكل طبيعي. بالمناسبه هذا الشخص يعني اللي قام بهذا العمل بموافقه الحكومه السويديه حقيقه يجب ان يعرض على طبيب نفسي، هذا مستحيل يكون انسان طبيعي وانسان مختل عقليا بالاول والتالي. والله لو سبع او لو يسوى كان سواها هنا بالعراق سواها بدوله عربيه، لا خلي يشوف الحساب بعينه. لا أنا مو بس هيك أقول وياك، أنا أضيف على كلامك أنه هل من الممكن أن يقوم نفس الشخص بنفس الدولة بحرق كتاب آخر من كتب الله؟ لو بس على القرآن يعني يقدر مثلا يحرق التوراة مثلا، يقدر يحرق الإنجيل مثلا، مع أنه كتب سماوية محترمة ونحن نكون لها كل الاحترام والتقدير، لكن لسبيل المقارنة فما يقدر. إذن ليش يتعاملون ويا الدين الإسلامي وليش يتعاملون ويا كتاب الله القرآن الكريم بهذه الطريقة؟ طيب بسؤال أخير، أنه حسب تحليلك بما أنه جزء من الإعلام وعارفين بما يدور بالإعلام، أنه اليوم يمكن هذا الموضوع خلق أنه من باب الطش، من باب أنه يسوي له فتنة للعالم ويتصدر أنه يكون ترند، خصوصا أنه إحنا بالآونة الأخيرة اللي جاي نشوف بوسائل الإعلام الناس صار عندها هوس مال طش، بدأت تستغنى عن الشرف، بدأت تستغنى عن المبادئ، بدأت تستغنى عن القيم في سبيل أنه يتصدر ويكون ترند. بي من هذا الجانب يعني ما من الممكن أنه يكون ترند تصرف حكومي وبحماية حكومية، مستحيل هذا الموضوع. إلا وإحنا نعرف جيدا اللي يهرب أو اللي يطلع من البلدان العربية ويلجأ إلى بلدان أوروبا يستعمل أكثر من طريقة حتى يقدر بها يكسب الجنسية، فهذا يعتبر تصرف فردي. من الممكن أنه بين موقف أنه يلتم الجهة السياسية. طيب هو من الممكن أنه أكو طرق كثيرة دي يستعملوها بالخارج اللي هي المثلية الجنسية، يقول لك أنا بلاد العرب ما عندي مثلية جنسية ما أقدر أخذ راحتي بالموضوع، بينما ببلدان الغرب هذه موجودة، فمن الممكن أنه يستعمل بهذه الطريقة ويجوز على مجال الطش على قولتنا بالإعلام إحنا. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام، إحنا اليوم كمجتمع أنا ذولا حتى هواي نطيهم قيمة إنهم نقول مثلية وغيرها ما شابه ذلك، إذا بقدر ما هم عاهات وعارات أصلا على الكرة الأرضية باعتبار إنه هذا الموضوع حدث قبل الإسلام، إنه ما قبل الإسلام إنه كان
الواطة وغيرها من الأشياء والتبادل وما شابه ذلك، لكن نجي الإسلام نظف هاي الأشياء كلها. اليوم إحنا هذا التخلف اللي جاي نشوفه اللي جاي يصير، مستحيل مستحيل شخص بالكرة الأرضية الشريف وحليبة طاهر يقبل، لأنه من غير الممكن أنه لا أخلاقيا ولا ثقافيا ولا فكريا القبول بهيج تصرفات موجودة. فبالتالي إحنا متواصلين وياكم. نعم، السلام عليكم. يلا هسه نرجع هناك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا وسهلا. أهلا. خلي نعرف أنه اليوم اللي صار الكل يرفض رفضا قاطعا، سواء أنه بالعراق أو باقي البلدان أو يعني بجميع الكرة الأرضية. نعم، إحنا اليوم في هذا المكان، أنا باسم الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في العراق، يعني نستنكر بشدة وبكل أسى هذا العمل الشنيع اللي أسميناه لا يعبر إلا عن شخصية غير عاقلة مضطربة العقل بهذا العمل. يعني نحن لا نسمح، بكل تأكيد لا نسمح بالمس بالمعتقدات المقدسة عند الآخرين، وخصوصا أخوتنا وأحبائنا المسلمين اللي هم احنا نعيش معاهم وهم يعيشون معانا في بلدنا هذا العراق الحبيب. لكنه واضح من هذا العمل يريد خدش اللحمة الوطنية، ويريد خدش هذا التلاحم والترابط الموجود فيما بيننا كمسيحيين ومسلمين وباقي الأديان أيضا وأيزيديين وصابئة. ولكنه ما يحصل أنه في كل حادثة مؤسفة من هذه الحوادث نشوف أنه إحنا نتلاحم أكثر ونرتبط أكثر وتزيد أخويتنا أكثر في هذا البلد. شكرا لكم. نعم مشاهدي الكرام، وصلنا وياكم لختام تغطيتنا لهذا اليوم، وبالتأكيد أنه موقف العراقيين واضح تجاه هذا الموضوع. الكل يرفض هذه التصرفات رفضا قاطعا، سواء أنه بالسويد أو بغير دولة أو بجميع بقاع الأرض، باعتبار أنه اليوم أنه كل الديانات أنه توكل على احترام وديانات الآخرين. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عنه.